2019 انديفيدد ام ام اي فايتر 8 بطولات جمهوريه جودو وجيجيتسو. الحمد لله كان عندي بطوله عالم في شهر 4 في ابو ظبي بس اتاجلت بسبب الكورونا لحد نوفمبر. والجيمات طبعا زي ما كل الناس عارفه في دلوقتي مفيش تمارين، فانا بيحاول يتمرن من البيت دلوقتي، بيحاول يرجع تاني فورمه من البيت، يحاول يعمل تمارين لياقه برضه من البيت عادي جدا. طبعا الادوات مطلوبه زي اللي موجوده في الجيم في البيت بس باقل ادوات موجوده. الواحد بيحاول يتمرن، بيحاول يرجع تاني للفورمه اللي هو كان عليها، وان شاء الله نرجع تاني للتمرين والكورونا تخلص والدنيا ترجع تاني كلها على خير ان شاء الله رب. ده جزء من تمرين النهارده، ان شاء الله هنكمل التمرين دلوقتي مع بعضينا. يلا بينا. اهم جزء في تمرين ال ام ام اي فايتر الساند باك. الساند باك بتاخد اكتر جزء من تمرينها حتى في الجيم، فكان لازم اجيبها في البيت بقى. ده يوم من ايام تماريني في الكورونا في البيت. يا رب تكونوا استفدتوا حاجه او طلعت نظام جديد تمشوا عليه في البيت. بتمرن بالويتس عادي، بتمرن كارديو، بتمرن على الساند باج. الحمد لله كده كله بيتمرن من البيت عادي. يا رب بس الكورونا دي تخلص ونرجع تاني نتمرن من الجيم ان شاء الله.